الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعاذني الله وإياكم من حال أهل الضلال. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ثم أما بعد، فإن من أعظم المبشرات الواردة في السنة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض، أو أحاديث الحوض يوم القيامة. حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فما معنى الحوض، وما أدلة ثبوته، وما صفته، ومن سيرد الحوض، ومن سيحرم منه؟ الحوض في اللغة هو المجمع، وهو مكان
تجمع الماء، وشرعا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة الذي سيرده المؤمنون. ما أدلة ثبوته من السنة؟ هو ثابت طبعا بالسنة والإجماع، والأحاديث في ذلك كثيرة، ومنها حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا فرضكم إلى الحوض، أنا فرضكم إلى الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. وإنه ليرد أقوام على الحوض يحال بينهم وبيني، فأقول أو فيحال بينهم وبين الحوض. قال ابن القيم رحمة الله عليه: أحاديث الحوض تفوق 40 حديثا، كلها أو أكثرها في الصحيح. وقال الإمام السيوطي رحمه الله: ذكر الحوض من الصحابة ما يفوق 50، منهم الخلفاء 4 الراشدون وكبار حفاظ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعون. هذا عن معناه وثبوته. وطبعا هذا الحوض هو للمؤمنين، خصصه الله تبارك وتعالى برحمته لأتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، حينما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويصيب الناس العرق ويشتد الكرب، فهنا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه أن يردوا حوضه. نسأل الله أن يجعلنا منهم. Donc aujourd'hui, chers frères, nous parlons d'une bonne annonce que le prophète sallam nous a indiquée, qui est l'existence du bassin. Le jour de la résurrection, il y aura un bassin dans lequel les croyants vont boire. Ce bassin existe dans la sunna du prophète sallam et dans le consensus. Plusieurs hadiths qui parlent du bassin. Le jour de la résurrection, vous savez bien que le soleil sera très proche de la terre et les gens vont transpirer selon leurs actions. Et dans ces moments difficiles, le prophète sallam va appeler la communauté ou sa communauté pour venir, pour aller boire dans ce bassin. Ça, c'est parmi les miséricordes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, est-ce que tout le monde va boire de ce bassin, ou il y aura peut-être une catégorie ou des catégories qui sont privées de ce bassin? En tous les cas, le bassin existe bien et belle. Et un très membre de Hadith qui parle de ce bassin, Ibn Qayyim, il dit qu'il y en a plus de 40 hadiths, la plupart sont authentiques. Imam Sayyoti, il dit qu'il y a plus de 50 compagnons qui ont rapporté des hadiths par rapport au bassin. Parmi eux, les 4 califes, Abu Bakr, Omar, Ali, Uthman et Ali, et les grands compagnons mémorisateurs. Donc, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala que nous soyons, inshallah, parmi ceux qui vont boire de ce bassin. Ma sifatu hada al-hawd. Sifatuhu, kama qala, ou kama warada an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala: hawdi masiratu shahri. Hawdi masiratu shahri. Ay, la largeur du bassin, c'est la marche d'un mois, comme la marche d'un mois. Masira du shahri.
ماءه أبيض من اللبن. Son eau est plus blanche que le lait fermenté. ريحه أطيب من المسك. Son odeur est plus agréable que le misk. أحلى من العسل. أحلى من العسل. Plus sucré que le miel. يصب فيه ميزاباني. Dans lequel verse deux gouttières qui versent dans ce bassin qui vient du paradis. يصب فيه ميزاباني من الجنة. واحد من الذهب والآخر من الورق. كما ورد في حديث ثوبان رضي الله عنه. Deux gouttières, l'un qui verse de l'eau dans le bassin qui vient du paradis. L'un fait en or et l'autre en argent. Sa distance, كما ورد في حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو كما بين أيلة والجحفة، وفي رواية عند مسلم كما بين صنعاء والمدينة. واليوم من الإعجاز النبوي أنهم قاسوا المسافات، قاسوا تلك المسافات التي وردت في جميع الأحاديث ووجدوها نفس المسافة. وهذا من إعجاز النبوة وإعجاز هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أفلا تتوق أنفسنا إلى هذا الحوض بعدما عرفناه؟ تخيل نفسك في عرصات القيامة وكل يقول نفسي نفسي، والعرق يتصبب، ويوم يشيب فيه الولدان، ويناديك النبي صلى الله عليه وسلم أن تعالوا إلى الحوض. ألا تريد أن تكون من أولئك الذين يردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ إجابة بلى. إذن هذا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم ترد هذا الحوض إلا من أبى. وهناك صنفان من الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم محرومون من ورود هذا الحوض، ونسأل الله أن لا نكون منهم. الصنف الأول كما ورد في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد علي أقوام الحوض يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال له إنك لا تدري ما بدلوا بعدك وما غيروا، أو إنهم بدلوا وغيروا بعدك، فأقول سحقا 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 سحقا، أي أبعدهم الله هؤلاء الذين بدلوا شرائع الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين أتوا بدين جديد أو بأديان جديدة أو بشرائع جديدة وغيروا وابتدعوا وبدلوا دين الله تبارك وتعالى، سواء زادوا فيه أو أنقصوا منه. Donc il y aura des catégories qui seront privées du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première catégorie, c'est ceux où le prophète il dit il y aura des gens de ma communauté que je vais reconnaître le jour de la résurrection qui viennent auprès du bassin, mais ils seront éloignés. Alors je dirai, ils sont les miens. On lui répondra, ils ont changé après toi, ils ont changé la religion après toi. Alors je dis qu'ils soient éloignés, ceux qui ont changé après moi, qui ont changé de comportement, de religion, qui ont rajouté à la religion, qui ont privé la religion de ses principes. Donc ça c'est la première catégorie. الصنف الثاني الذي سيحرم من ورود الحوض كما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يجرون وراء الأمراء
يصدقونهم بكذبهم ويعينونهم على ظلمهم. كل تقريب الأحاديث في السلسلة الصحيحة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأمراء والأئمة المضلون في كثير من الأحاديث. قال: أخوف ما أخاف على أمتي ثلاثا، وذكر أو في آخر الزمان، قال: إيمان بالنجوم، وتكذيب للقدر، وحلف السلطان. أخوف ما أخاف على أمتي، وذكر وحلف السلطان. وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف من الدجال، أخاف عليكم، أخوف من الدجال الأئمة المضلون. دوزيام كاتيغوري سي سي ليدر ترامبور، ceux qui trempent la communauté, qui trempent les gens, ces dirigeants, ces princes. Où le prophète dans beaucoup de hadiths, il nous mise en garde contre ces leaders corrompus, ces leaders et ces princes qui vont égarer la Umma. Ceux qui l'y croient et qui les soutiennent ne vont pas boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Annonce-leur la bonne nouvelle, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ils privent aujourd'hui les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala de leurs droits. Ils les mettent en prison, qu'ils fassent, il n'y a pas de problème. Il y aura un jour, eux-mêmes, ils seront privés. هؤلاء الأئمة المضلون. وقد ورد عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي أمراء بعدي، سيأتي أمراء بعدي يكذبون ويظلمون الناس، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد علي الحق. Il y aura des dirigeants menteurs et injustes. Celui qui les croit ou qui les soutient ne boira pas du bassin. Et c'est vrai, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre cette époque et cette ère? Donc c'est parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذن سيكون عليكم أمراء يكذبون ويظلمون الناس فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم يارد علي الحوض. Et celui qui ne les croit pas, qui ne les soutient pas, va boire du bassin. Voilà les deux catégories contre lesquelles notre prophète صلى الله عليه وسلم nous a mis en garde. ولكن للأسف الشديد للأسف الشديد لا حياة لمن تنادي لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. وللأسف نجد لهم من يعينهم على كذبهم ويخطب الخطبة العصماء ويزين لهم أعمالهم ويصدقهم في كذبهم ويعينهم على ظلمهم وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت لما أسري بي، رأيت لما أسري بي رجالا أو أناسا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقرض شفاههم
بمقاريض من نار. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. هؤلاء لهم الوعيد، هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان ظالما على رد حق، من أعان ظالما على رد حق فقد برئ من ذمة الله ورسوله، فقد برئ من ذمة الله ورسوله. أين هذه الأحاديث؟ لماذا لا نسمعها؟ لماذا لا نسمع هذه الأحاديث المتواترة الكثيرة جدا؟ نسأل الله السلامة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: وملك كذاب. قال صلى الله عليه وسلم: تخوى trois hommes le jour de la résurrection, Allah ne leur parlera pas, ne les regardera pas, et il ne les recommandera pas, et ils auront un terrible châtiment. Il a cité parmi les trois un roi menteur. Un roi menteur. Et les mensonges aujourd'hui sont d'un nombre flagrant. نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يشربون من الحوض شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. اللهم اسقنا من كف النبي صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل أعداءك أعداء الدين، وانصر المظلومين يا أرحم الراحمين، وفك أسر المأسورين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. هناك أخ يطلب منكم الدعاء، نسأل الله أن يشفيه. اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، وشفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه واشف جميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بالنسبة للتسجيل في دروس القرآن الكريم، حفظ القرآن إن شاء الله تبدأ من الآن.